تتواصل طلائع الحجاج البحرينيين بالعودة من الأراضي المقدسة إلى المملكة بعدما أتموا فريضة الحج والركن الخامس من أركان الإسلام، إذ من المنتظر أن يستمر توافدهم حتى آخر دفعة يوم السبت المقبل. وشهد مطار البحرين الدولي اليوم وصول العديد من الحملات الدينية التي أشرفت على تنظيمها بعثة الحج البحرينية، والتي حظيت بإشادة من قبل الحجاج البحرينيين الذين أعربوا عن ارتياحهم لما وجدوه من رعاية وخدمات قدمتها بعثة الحج الرسمية بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية. من بعد رحلة الحج الإيمانية المباركة وتواجدهم مع من اختلفت لهجاتهم وجنسياتهم، وقد مكثوا فترة زمنية مع بعضهم في رحاب مكة المكرمة وفي طيبة الطيبة في المدينة المنورة باعتبارها ثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة وأول عاصمة في تاريخ الإسلام، عادوا إلى البحرين برضا تام، يشكرون الله على ما هداهم ومنحهم، ويمدحون تجربة نورانية مثلى كفلت الإشراف عليها إدارة بعثة الحج البحرينية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، التي لم تدخر يوما لا جهدا ولا مالا في سبيل إنجاح مواسم الحج وتذليل الأدوات كافة وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الحجيج والتسهيل عليهم ليؤدوا مناسك فريضة الحج في بيئة من السكينة والطمأنينة، لتبقى ذكرى مميزة ورائعة يصعب نسيانها. ارتياح نفسي شديد حسينا فيه بأداء المناسك. المملكة العربية السعودية ما قصرت، رتبت كل الأمور. الحمد لله كانت رحلة الحج جدا ميسرة، والتعاون من قبل البعثة في البحرين كلش ممتازة لأبعد الحدود، كانوا ويانا في كل خطوة من البحرين من المطار إلى استقبالنا بالمطار في السعودية، وإلى كل المشاعر كانوا متواجدين ويانا خطوة بخطوة وسهلوا إجراءاتنا لآخر درجة. الحمد لله كان حج جدا ميسر وتياسير جدا كبيرة هذه السنة، يعني احنا حاجين من قبل وعارفين، بس هاي السنة فيها تياسير كبيرة، مساعدات تعاون، الحمد لله كل شيء كان من أحسن ما يمكن. كل الأمور ميسرة من الجهتين، من جهة المملكة البحرين ومن جهة المملكة العربية السعودية. الحمد لله الحمد لله كان كل شيء ميسر ومسهل. الحملة الجماعة في البعثة كلش ما قصروا معنا، الجانب السعودي كانوا متعاونين وايد، الحمد لله رب العالمين. احنا الحين تونا واصلين أرض الوطن بعد ما الله وفقنا، الحمد لله رب العالمين. رهيبة عجيبة، الحمد لله رب العالمين. المناسك كانت كلش جدا جدا سهلة، تنظيم السعودية جدا ممتاز، الحمد لله رب العالمين. من أفضل الحجة، من أفضل الحجات اللي حجيتهم. الحجة كانت الحمد لله كلها مرتبة وجميلة، والبعثة والحملات كلهم منسقين الأمور وكلهم يسرة، والله يتقبل الجميع إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى من علينا زيارة بيته وإتمام فريضة حجة لهذا العام، فعلا يعني نعمة كبيرة نحمد الله عليها. تجربة جدا رائعة، عشت روحانية ما مثلها روحانية، بدأت في وقوف عرفة، وأسأل الله أن يعودنا في كل عام. لجين في المحيط، وسبب مقنع دعاها لأن تبادر في توزيع الورود على الحجاج من البحرينيين العائدين إلى ديرتهم أرض الخلود، عشان هم جايين من الحج ويعني صار لهم شهر هنا قاعد يتعبون ويعتمرون، فالحين هاي هدية بسيطة لهم. من مساعيهم التي سعوا فيها ومن خلالها لذكر الله، من أطهر بقاع المعمورة رجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، من بعد ما كانوا ضيوفا عند الرحمن في بيته وقد أتوه شعثا غبرا يرجون مغفرته ورحمته، عادوا لحياة جديدة يبدأون فيها ما عاهدوا الله عليه في طوافهم ووقوفهم على جبل عرفة بحج عرفة، وهو أخير يوم طلعت عليه الشمس بلا منازع. تركوا الوطن والأهل والأحباب ليذهبوا إلى الكريم المتعال الذي أكرمهم بعظيم غفرانه ورضاه، ليعودوا إلى وطنهم وقد بقت أفئدتهم معلقة بأم القرى والبلد الأمين مكة المكرمة التي سافروا إليها ملبين نداء ربهم عز وجل
ومحققين لوصايا رسولهم الكريم الذي رسم شريعة الإسلام بأركان خمسة، منها ركن الحج الذي لا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه، وقد التزموا بذلك فكان حجهم مبرورا وسعيهم من بعده مشكورا. لتلفزيون البحرين، محمد الرشيدات.